السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. واليوم غادي نقدم لكم الشيفلور او القرنبيط، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الطريقه ديالتي. واللي كيشاهد القناه لاول مره كنقول ليه زعام يدير ابوني ويفعل الجرس وما ينساش جيم. هنا خديت الحبة ديال القرنبيط باش غادي نبدا نقيها، وهنايا غادي نسرع المقطع باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم راه كلشي كيعرف ينقي الشيفلور، حيدت ليه هكايا هكايا الاوراق الخضره هكايا اللي فيه، وهذا اللب هذا حتى هو زولته باش يبانوا ليا غير الوردات هكايا باش نزولهم بطريقه سهله. وقعد الا كانت شي حاجه هنايا في البلاصه هنايا البيضه كنحيدها، وغادي نقطع الوردات ديالي. انا كنبغيهم هكايا يكونوا كبارين شويه، درتهم في الماء مع شويه الخل وشويه الملحه باش غادي نغسلهم. غسلهم تقريبا شي 3 المرات باش كاع تزول منه الشوائب اللي فيه التراب ولا الا كانت شي حاجه. ثم غادي نديرو ندير ليه الملحه، نديرو يتسلق شي 6 ديال الدقائق تقريبا. المهم ما غاديش نخليوه يطيب 100%، يكون باقي فيه شويه. هنايا الشيفلور ديالي راه تسلق، بقى لي غير شويه باش يكمل الطياب ديالو، غادي يكملو في الزيت ان شاء الله. وعندي بيضه وحده متوسطه، وعندي القزبر معدنوس، التوابل اللي استعملت هما شويه الملحه، تحميره، الثومه، جوج فصوص الثومه تقريبا، الكمون والخرقوم والابزار، وهنايا الحليب، وهنايا الدقيق غندير ملعقه غادي تكفيني، لان ما الكميه اللي عندي الشيفلور ماشي كثيره. وغادي نبدا نخلط كاع المقادير ديالي كما كتشاهدوا. هنايا كنخلطو مزيان. مهم الحليب تيكون على حساب الخليط، على حساب الخليط، على حساب القوام اللي بغينا يكون عليه الخليط ديالنا. وهنا ضفت القزبر، المهم راه كتشاهدوا الصوره. هنايا بعد ما الزيت ديالي سخنات مزيان، غنبدا ندير الشيفلور ديالي في هذا لافاخس اللي صوبت. غنطلي كاع جميع سميتو الاجزاء ديال الورده ديالي ديال الشيفلور، وغادي نوضعها في الزيت هكا بواسطه هكا فرشيت مع معلقه، وغنستمر هكايا حتى نسالي جميع سميتو الكميه اللي عندي. هنا كنحاول نغطي كاع الشيفلور ديالي بديك ديك الفخص، وهنايا كنقلبهم على جميع الجهات. كل مره نبدا نقلب بحال هكا باش ياخذ ليا اللون اللي بغيت ويتحمر من جميع الجهات كما كتلاحظوا هكايا. والنار كتكون متوسطه، ما عاليه ما ناقصه. دابا الشيفلور ديالي او القرنبيط راه هو طاب صافي، تقلى خدا ليا اللون اللي بغيت. غادي نبدا نديرو هكايا على بابيي ابسوربون باش يستقطر ليا من الفائض ديال الزيت اللي فيه. اصلا ما كياخذش الزيت نهائيا، غير هاد شويه اللي لاصق فيه غادي تحيد في هاد البابيي.
نشوف كي غادي نكون ساليت الوصفه ديالي. نتمنى من الاعجاب ديالكم. شي فلور ديالي ها هو دابا وجد وجا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، ريحته زوينه واللون ديالو مذهب هكايا كيشهي. وكنتمنى اللي مازال ما جرب هذه الوصفه يجربها وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبته ما ينساش يدير لايك قبل ما يخرج من الفيديو. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.